طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن حاليا الوضع الراهن في إقليم دارفور ده قصور من الأسرة الدولية والاتحاد الإفريقي، وهم من الطرفين الأساسيين المعنيين بالأوضاع الإنسانية للشعوب الأصيلة اللي موجودة. وحاليا إحنا ككوادر أبناء الإثنيات اللي استهدفت عرقيا في إقليم دارفور بنحمل المسؤولية التاريخية للأسرة الدولية والاتحاد الإفريقي إلى حين نصل في أوضاع إنسانية وحقوقية في المستقبل، لكن يكون موجود في إرشيف بتاع القضايا بأن هناك طوال 16 سنة في طواتو من المجتمع الدولي ومن المنظمات الحقوقية، يعني هني ما قصرت، لكن كان من افترض على الأقل ما تتحفظ. الظروف الحالية اللي ماشي بو الأهل في إقليم دارفور نفس الإبادة الجماعية اللي حصل في 2003، الأسلحة الحديثة والأسلحة الكيماوي ومواطنين ضحايا أزل، وخاصة في مناطق بتاع جبل مرة بالتحديد، ومعسكرات النازحين سواء كان في زالينجي أو في نيالا كالما وأيضا جبل نوبة. من هنا بناشد المنظمات الحقوقية والأسرة الدولية والاتحاد الإفريقي اللي موجود هناك أن يقوم بدوره وبمنديت بتاعه الحقيقي، وأيضا المنظمات الحقوقية في مقر في جنيف. إذا كانت جنيف هي مقر لحقوق الإنسان أن يرعى حقوق أهل دارفور. وقضية شائكة، وحاليا الإبادة الجماعية مستمرة حاليا. وشكرا لكم كثير.